بسم الله والابن والروح القدس الإله الواحد أمين. بنعمة ربنا هنبتدي دراسة في سفر رؤيا يوحنا اللاهوتي. وبنعمة ربنا النهاردة هنتكلم عن مقدمة عامة كده عن السفر وإزاي هنقدر إن احنا ندرسه ونفهمه. الواضح من اسم السفر إن اللي كاتبه هو القديس يوحنا الحبيب تلميذ الرب يسوع المسيح. وسمي اللاهوتي يوحنا اللاهوتي لأن الكتاب الإنجيل اللي هو كتبه كان هدفه أن هو يثبت لاهوت السيد المسيح. هو جاي من أسرة غنية مقتدرة، وكان عندهم في البيت أجراء عمال، يعني يدل على قدرتهم. يعني هو ولد في بيت صيدا، وكان تلميذ للقديس يوحنا المعمدان في بداية الأمر، وفيما بعد كان بيتبع المسيح لما اقتنع به كمعلم. وكان شاهدا على حداثة عظيمة في حياة السيد المسيح، زي مثلا في حادثة التجلي، أو في حادثة إقامة ابنة ييروس، أو في سهرة في صلاة بستان جسيماني. وربنا أعد القديس يوحنا أن هو يدافع ضد الهراطقة، يرد على البدع والهرطقات اللي كانت بتظهر. والسيد المسيح عهد له برعاية أمه القديسة العذراء مريم على الصليب، وبعد نياحتها تفرغ للكرازة وللخدمة في آسيا الصغرى اللي هي حاليا تركيا، وكان بطريرك على مدينة أفسس. وعرف عنه بعض الصفات الحميدة، مثلا أنه هو كان ضد الهراطقة تماما، يعني لدرجة ان هو مرة كان في احدى الحمامات وبعدين خرج بسرعة وبيسألوه ايه اللي حصل، قال لهم انا متهيألي خايف الحمام ده هيتطربق هيقع. فليه هيتطربق؟ قال لهم اصل في واحد هرطوقي جوه اللي هو كان كيرونثوس. وكمان كان يعرف عنه ان هو في بعض الاوقات يقضيها في التسلية، فكان مثلا يعني يقعد يعني يعمل ريلاكس كده في احدى الحدائق، ويقول كده، يقول ان القوس لما يبقى مشدود على طول يتعب، لكن لازم له في وقت يسترخي وكده هو. ويعتبر اكتر رسول تكلم عن المحبه، في كل رسائله كان بيركز كلامه وعظاته كلها عن المحبه. وحياته ايضا عرف عنها ان هو كان بيخدم بمحبة. وذكر عنه أن مرة سمع عن أحد تلاميذه أن هو انحرف وبعد ومشي مع عصابات وبقى يعني إنسان مجرم. فقابله في مرة، فالتلميذ كسف وطلع يجري، فالقديس يوحنا جري وراه، تنته يجري وتعب في شيخوخته لحد ما جابه. وتأثر التلميذ ده، تأثر جدا، ورجع تاني عن طريق الانحراف اللي هو كان ماشي فيه. اضطهدوا الامبراطور دوماتيانوس وعذبه، ولما ما نفعش كان المسيح بيشفيه، نفاه الى جزيرة بطمس. وفي هذه الجزيرة شاف الرؤيا اللي كتبها في سفر الرؤيا، وعاش 25 سنة بعد استشهاد معظم الرسل، والوحيد فيهم اللي مات موتة طبيعية دون أن يموت شهيدا. سفر الرؤيا كتب تقريبا حوالي سنة 95 ميلادية في نهاية حكم دوماتيانوس، وزي ما قلت لكم أنه اتكتب في جزيرة بطمس، وهي بتبعد حوالي 25 ميل من شواطئ تركيا. هي حاليا جزيرة قاحلة ومهجورة وصعبة، يعني ما حدش يعرف يعيش فيها. نلاحظ أن القديس يوحنا ذكر اسمه في هذا السفر عدة مرات، يمكن أكثر من 5 مرات، إلا أنه مثلا في إنجيله ما كانش بيذكر اسمه، كان يقول التلميذ الذي كان يسوع يحبه. ليه بقى؟ لأن سفر الرؤيا مليان بالرموز ومليان بالرؤى ومليان بالغموض، وكانت النبوات اللي فيه تستلزم ان هو يذكر اسمه عشان ياخد ثقة القارئ فيه وفي ما يذكر من حقائق. احنا نلاقي ايه في سفر الرؤيا؟
أول حاجة نلاقي يوحنا المتألم من أجل المسيح والمضطهد، المنفي في مكان صعب قاسي جدا بيتعذب فيه، وربنا كان بيعذيه بهذه الرؤية، وزي ما يكون يعني أنت تألمت من أجلي وأنا بعزيك برؤية جميلة. نجد أيضا رسالة للكنيسة المضطهدة المتألمة، رسالة عزاء بهذه الرؤية، دعوة من الله إن اللي يغلب هيبقى شريك في المجد المعلن. أيضا نجد إن الشيطان حقيقة إن الشيطان وراء كل هذه الآلام والاضطهادات اللي بيثيرها على الكنيسة، لكن في نفس الوقت بنرى المسيح الإله الضابط الكل القادر إن هو يرعى الكنيسة ويحميها، يحملها بين يديه وفي أحضانه، ويجول يرعى ويهتم بكل من في الكنيسة. وفي نفس الوقت بنلاقي المسيح الإله الضابط الكل هو اللي بيجول يرعى الكنيسة ويحملها في أحضانه ويعطيها الغلبة. وهنا نكتشف بقى إن ده سر نصرة الكنيسة، أن المسيح في وسطها قائم يحميها، وأبواب الجحيم لن تقوى عليها. مضطهدة ولكنها منتصرة وتحمل الصليب زي المسيح عرسها بالضبط. وهنا بقى نفهم ليه المسيح بيسمح بالألم للكنيسة وأيضا للمؤمنين، يعني إيه سر الألم في حياة الإنسان وفي حياة الكنيسة عامة يعني. وهو إن الطريق الألام، طريق الصليب، كان هو الطريق الوحيد اللي المسيح كمل بيه خلصنا، زي ما جه في رسالة العبرانيين يكمل رئيس خلصنا بالآلام، يعني المسيح أتم خلصنا بالآلام. فلابد إن إحنا أيضا وإحنا ماشيين معاه إن إحنا نتألم أيضا من أجله. عشان كده نقول في القداس الغروري: أنا اختطفت لي قضية الموت، يعني أنا اللي جلبت على نفسي حكم الموت. يعني ربنا عارف إن الإنسان في داخله ميول للخطية، فبيحول هذه الآلام إلى خلاص للإنسان، ليست عقوبة ولكنها خلاص. يقول: حولت لي العقوبة خلاصا. ومعلمنا بولس الرسول يقول: كل الأشياء تعمل معا للخير للذين يحبون الله. فكل من يتألم يكون آلامه سبب لخلاص نفسه ولتوبته ولحياته واستعداده لمراس الحياة الأبدية. فإن كان المسيح تألم من أجلنا عشان يتمم خلاصنا، فبالتالي أصبح الآلام هي الطريق اللي يوصل للسماء. ونلاحظ هنا بقى في السفر ده اتكررت كتير قوي كلمة الصبر، يدعونا إلى الصبر، يقولوا: أنا أعرف أعمالك وإيمانك وتعبك ومحبتك وصبرك. فنشوف هنا أن الصبر وطولة البال والأناة والمثابرة في الجهاد هي الباب اللي بيوصل الإنسان لمراس الحياة الأبدية. أيضا نشوف في سفر الرؤيا التسبيح والفرح، فالسفر مليان بتسبيح السمائيين وبالأوصاف الجميلة للسماء، وهي صورة حلوة مشرقة الكنيسة بتوضحها لنا في التسبيحة اللي بتقدمها. أيضا بنشوف في سفر الرؤيا هزيمة الشيطان والعقوبة اللي خدها أنه ترمى في البحيرة المتقدة بالنار، ودي بتورينا أن نصرة المسيح على الشر والأشرار أكيدة. فعشان كده بيدعونا أن احنا نتمسك بيه كإله قادر أن هو يعطينا القوة والقدرة أن احنا نغلب معاه وننتصر على كل محاربات الشيطان. وأيضا نرى في السفر أيضا الدعوة للجهاد الروحي، يحثنا على الجهاد، يقول إيه: من يغلب. يغلب هنا يعني ينتصر في الجهاد الروحي، ويكافئ، يقول له: جاهدت الجهاد الحسن. واخدين بالكم؟ وكلمة من يغلب اتكررت 7 مرات في الإصحاح الثاني والثالث في 7 كنايس، في كل مرة ينبأوا بالمكافأة، مكافأة الغالب
والمن يغلب هينال كذا وكذا. ففي حرب روحيه وفي جهاد وفي انتصار. وزي ما قال معلمنا بورس الرسول: مصارعتنا ليست مع لحم ولا دم، بل مع الرؤساء، مع السلاطين، مع ولاة العالم على ظلمة هذا الدهر، مع أجناد الشر الروحية في السماويات. يعني الهدف بتاع الحرب دي إن العدو الخير عايز يجذبنا بعيدا عن حياتنا الروحية، لكن إحنا بنكافح ونجاهد عشان نغلب ونظل نتمسك بإيماننا ونهزم كل محاولات الشيطان. هل الحرب دي، طب ما كان بيكلم هنا في سفر الرؤيا الرسول بيكلم أساقفة الكنائس ودول مؤمنين، يقول له مثلا: توب واعمل الأعمال الأولى وإلا فإني آتي عن قريب وأزحزح منارتك من مكانها. فهنا المسيح بيطلب منه إن هو يعمل أعمال توبة. في حرب بين الروح والجسد، ولكن الإنسان مدعو إن هو يجاهد بالروح عشان يغلب الميول الردية اللي تحاربه في الداخل. ويقول المسيح: أتيت لتكون لهم حياة وليكون لهم أفضل. فهنا بقى الروح القدس بيفتح لينا حواسنا على الحياة السماوية، الحياة الروحية اللي فيها حياة أفضل ومتعة أفضل. برضو نتطرق إلى نقطة هامة جدا: إزاي بنفهم سفر الرؤيا؟ في ناس بيستعملوه في أنهم يستخرجوا منه مواعيد وأوقات لبعض الأحداث، وفي آخرين يستعملوه يفسروه تفسير حرفي. بعض الطوائف بتعمل كده، يعني تفسير حرفي بالحرف كده. طبعا لا كده ينفع ولا كده ينفع، يعني في حاجات يعني لا تعقل. زي ايه مثلا؟ زي مثلا لما يتقال ان اللي هيدخلوا السماء 144,000. يا وبعدين بيقولوا كده بيتنبؤوا ان ال 144,000 دول من الطائفه بتاعتهم، نفس طائفتهم اللي هم بينادوا بيها. يعني يا ده احنا لو حسبنا عدد الشهداء مسيحية من في العشرين قرن اللي فاتوا، مرة احد الاخوة هنا حسبهم طلعوا اكتر من 40 مليون مثلا. يعني وبعدين مثلا يقولوا ان المسيح هيأتي عشان يحكم على الارض 1000 سنة يقيد فيها الشيطان. يا احنا لا نفهم التفاسير بهذه الحرفية، ولكن نفهمها بطريقة روحية. دي الطريقة المشبعة اللي بتخلينا نستفاد من هذا السفر، احنا نفهمه بطريقة روحية. التفسير الروحي لسفر الرؤيا بسيط والكل يقدر يستفاد منه، وده اللي كنيستنا متبنياه وعايشة بيه. والكنيسة بتعتبر ان فعلا الشيطان اتقيد بعد صليب المسيح، ولكنها ما بتتمسكش بتفسير ان في مملكة أرضية، لأن المسيح قال: مملكتي ليست من هذا العالم. والتفسير الروحي بيخلي الكنيسة عايشة في السماويات زي ما قال معلمنا بولس الرسول. ولما المسيح في وسطنا بنبقى حاسين ان احنا كأننا في السماء. الكنيسة بتتحارب في كل حين، لكنها دايما بتنتصر وبتغلب بالمسيح اللي موجود في وسطيها. لكن حرب الشيطان بعد تقييده هي خلته ملوش سلطان يعرض، بس عليه ان هو يعرض البضاعة بتاعته، لكن الانسان هو بارادته هو اللي بيقبل وبيسقط. لكن الشيطان ليس له سلطان ان هو يسقط الإنسان، لأن احنا خدنا حريتنا في المسيح، والمسيح أعطانا السلطان إن احنا ندوس على الشيطان وكل قواته الشريرة. فكرة إن المسيح هيملك 1000 سنة على الأرض دي فكرة مرفوضة، الكنيسة ما بتقبلهاش. والكنيسة من دلوقتي عايشة في الملك الألفي ده، عايشة
في ملكوت المسيح على الأرض. إحنا المؤمنين قلوبنا هي مملكة المسيح على الأرض. المسيح قالها ملكوت الله داخلكم، يعني الملكوت داخلنا. وقال سفر المزامير، قال كل مجد ابنة الملك من الداخل. وبالمناسبة دي نتنقل بقى لنقطة هامة جدا، إن هذا السفر امتلأ بالرموز ونحن نفهمه بطريقة رمزية. واخدين بالكم زي ايه مثلا؟ اقول لكم زي ايه. يعني المسيح له المجد في كلامه، قال متى نظرتم رقصة الخرابة التي قال عنها دانيال النبي قائمة في المكان المقدس ليفهم القارئ، حينئذ ليهرب الذين في اليهودية إلى الجبال. قعد الناس مش فاهمين العبارة دي مدة طويلة جدا، لحد ما حصلت حاجة واضحة قدامهم زي الشمس، وكانت سبب في خلاص ونجاة كثيرين من المؤمنين. إيه اللي حصل؟ القائد الروماني تيتوس كان محاصر مدينة أورشليم مدة من الوقت، وزهق ويئس منها وقرر إن هو ينسحب، ما يعطلش نفسه بسبب حاجة زي كده. فقال أنا هحاول محاولة أخيرة، وفي الفجر أحد الأيام بعض العساكر الرومان قدروا إن هم يتسللوا الأسوار وينزلوا على الهيكل، وراحوا رافعين النسر الروماني على الهيكل. اليهود هبوا وابتدوا يشتبكوا مع العساكر الرومان، وفشلت هذه المحاولة. فتيتوس قرر الانسحاب وابتدى ياخد جيوشه وينسحب، واليهود فرحوا ومنتصرين وبتاع مش عارف ايه. المهم المسيحيين المؤمنين بقى في المدينة صحيوا ولقوا النسر الروماني على الهيكل، قالوا بس الخراب اللي قال عليه السيد المسيح جه، يلا بينا نهرب. خرجوا من المدينة وهربوا في الجبل ونجوا بأنفسهم ونجوا بحياتهم، وكان ده سبب خلاص ليهم. جيش الرومان بينسحب، بس فجأة وصلتهم إمدادات عاجلة من روما، راحوا مغيرين الخطة بسرعة، راحوا راجعين تاني، مفيش ساعات قليلة، راجعين تاني وحصروا مدينة أورشليم، وجات لهم أوامر بقى أنهم إيه يقتحموا المدينة ويخربوا الهيكل. وقد كان فعلا المرة دي بقى نجحوا أنهم يدخلوا المدينة ويخربوا الهيكل، وقتل حوالي 2 مليون يهودي في هذا اليوم، وحرق أكثر من 120 ألف يهودي على الصلبان، وأسر الباقي وباعهم كعبيد، انتقم منهم انتقام صعب جدا. هنا بقى بنفهم الغموض اللي كانت فيه اللي فيه سفر الرؤية. و هكذا يعني معظم النبوات اللي موجودة في سفر الرؤية احنا بنفهمها بطريقة رمزية، لا نحاول ان احنا نشرح السفر حرفيا، دي محاولات فاشلة، ولكن نفهمه بطريقة رمزية. عشان كده السفر يقول طوبى لمن يحفظ أقوال هذا الكتاب ويقرأه ويسمعه، علينا ان احنا نفهمه بطريقة روحية، لأن هو السفر النبوي الوحيد في العهد الجديد. ابتدى بالكنيسة اللي على الأرض، ابتدى برسائل اللي بيبعتها لملائكة الكنائس السبعة اللي على الأرض، وبينتهي بالكنيسة اللي في السماء بأورشليم السمائية. امتلأ هذا السفر برقم سبعة، ففيه سبعة كنائس، في سبعة أبواق، سبعة ختوم، سبعة جامات، سبعة تطويبات، امتلأ بالرقم سبعة. رقم سبعة هو رقم الكمال. والدليل ان هذا السفر مليان بالرموز، مثلا لما بيتكلم على ان الشيطان قيد بسلسلة، طب ده الشيطان روح، والروح هتقيد بسلسلة ازاي؟ او مثلا لما يتكلم على قوس قزح يقول لونه لون الزمرد الاخضر، طب قوس قزح ده فيه سبع ألوان، واخدين بالكم؟
أو مثلا لما يقول إن المخلصين 144,000، طب ده يتفق إزاي مع نفس السفر بعد كده لما بيتكلم على إن المخلصين لا عدد لهم؟ فإحنا يعني ما نقدرش نفهم السفر بطريقة حرفية لألا هنتعطل، لكن نفهمه بطريقة روحية. ودي كانت مقدمة سريعة عن هذا السفر. بعد كده إن شاء الله هندخل في ندرس السفر إصحاح بإصحاح. وربنا يبارك حياتكم، لإلهنا المجد في الكنيسة إلى الأبد، آمين.